زر تبارك الله زر. ها الفياض انخو قادر ها زر ها ها ولينا نوري اليوم زر خو قادر زر تبارك الله زر ها تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله فرب الخير تبارك الله تبارك الله فيضان أكادير والشكر لله جات عاصفة رعدية قوية هاجمت على أكادير منذ تقريبا شي ربع ساعة 10 دقائق واكتشفنا امطار غزيره في المستوى. غادي نشارك معكم المزيد اللي عليكم هو تبعوا هذا الفيديو من البدايه حتى النهايه، اشتركوا في القناه ديالي، تفعل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد وساعدونا باش نوصلوا القناه 300 ألف. نخليكم اخوتي تشوفوا الاجواء ممطره عاصفه رعديه كما كتشوفوا الشوارع ديال اكادير. شوف اخوتي تبارك الله شوف عاصفة رعدية هاجمت قبيلة هنا قوية تماما. دابا غير كيبان لكم انا داخل الطنوبيل ربما برا كما كتشوفوا اجواء ممطرة تماما في اكادير. عاصفة رعدية هاجمت قبل قليل في اكادير. شوف الشوارع شوف اخوتي شوف شوف فيضان. نتمنى الفيضان يكون ها هيا تراكس هيا كتستعد على حساب ربما الفيضان يكون ولا شي حاجة على حسب. شوف اخوتي شوف 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 الماء شوف شوف تبارك الله شوف الشوارع شوف شوف فيضان اخوتي شوف شوف السيول في اكادير تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. شوف اخوتي شوف أوه تبارك الله تبارك الله تبارك الله. عاصفة رعدية أمطار غزيرة قوية ضربات أكادير اليوم. يا سلام على الصباح كيدير زوين واو 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 واو. هادشي اللي بغينا أخيرا أخوتي جاتنا عاصفة رعدية تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. يا سلام يا سلام يا سلام الجو رائع جدا الجو ممتع. زيدنا سيدي ربي زيد لينا عاصفة رعدية زيد لينا سيدي ربي العاصفة رعدية. بغينا فيضان باغي العاصفة رعدية خويا باغي 80 مليمتر في الساعة. زيد لينا سيدي ربي. نتمنى ان شاء الله يكون خير. كما كتشوفوا عاصفة رعدية في أي مكان تبارك الله. أجواء ممطرة تماما شوف حاليا طال برشت طال برشت هاجمت عليها عاصفة رعدية. شوف بزاف ناشط مع راسو بزاف. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على أمطار غزيرة تبارك الله تبارك الله. وي 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 أخيرا أخوتي أخيرا أمطار غزيرة في أكادير سوسيان العاصمة إمازيغن إمازيغن تفولك الوقت أمزار إلا في جيجات الليل يالله كلشي في الجيج فرب أمزار تبارك الله فرب الخير تفولك الوقت. هاك اللي تزرام امزر الا كونسول راه كونسول تاكون مزر زر تبارك الله زر زر ها ها شوف زر الفيضان ها زر تبارك الله زر ها الفيضان خو قادر ها زر ها ها ولينا نوري اليوم زر خو قادر زر تبارك الله زر ها تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله فرب الخير. ها الفيضان ها زرات ها زرات تبارك الله زر
زرت بارك الله. ها زرت بارك الله. ربي الخير تبارك الله، كل شيء عدل الحمد لله. ايوا أردت من الخير هذا كل يعجب كريت السكريه اللي مجهود باش تزيدوا البارطاجي. امصارد الفياضان اللي زرينا مسو قادر ايوا غير كلي تزرب الخير هذه فولكي حاولت تزيدو نبارطاجي كلشي باش اكون يعجب الخيرات باش زرت النيمو هاتوري لي الفيضان وهوري لو مزار عطا مزارنا يدروس زرات تبارك الله العاصفة غيدي زرين كامل لي اييه عطي زرات دون تدغبل زرات البسطة محلة ها زر غير اللي خطبيت الطوموبيل نزر الفيضان ها زر ها زر تبارك الله زر زر التاكسيات شوفوا الاخوان الفيضان ها شوفوا ها شوف شوف تبارك الله شوف شوف تبارك الله الفيضان في اكادير ها شوفوا ها أكادير إوا هاك اللي تلقى الوقت هاكا تلقى طرف الخير الحمد لله قربت منا قربت صور الله يحفظك الله يحفظك شكرا ايوا نقطة فولكي اللومزة الله يحفظك اخبارك شكرا الله يرحم والديك ها ايوا بعد المتابعين عرفت منا الخير هذا اقريش فا تسلم انسان سكري المجهود باش تزيدو نشاركو سيرات ها هاتي لو كانوا سميد الرجل الرجل الجاج ها كلي تزرق خيراتي فولكي ها با الاجواء قالوا نزار يلو سميد تصميم ديال الاخ ايتما ها امزار يخدمو كونسول اللي تزرق لقط فولكي ها زرات ها زرات الفيضان ها ايوا اغداو ربي الا الفيضان غوانزا تيرا ندوس وانزا حيت غير نادلي البلاصنس المهم غاص هذا راه نزيكيز نتبري باش اديدو ننشر كلشي ايوا كيما كتشوفوا معنا خوتي اجواء بومطيره عاصفه رعديه كاين البرد اليوم كاين البرد ايوا حدا القصر ديال جلالة الملك محمد السادس بن صرو عيش الملك
هو أجواء ممطرة تماما كما كتشوفوا قوات المساعدة أكادير. نتمنوا إن شاء الله يكون خير. أجواء ممطرة، عاصفة رعدية، وهذه غير البداية. يقدر غادي يتسبب بعض الفيضان خاص في أكادير إن كان يتملل تارودانت. ما سمعنا بأنه بين 40 مليمتر في الساعة، 30 مليمتر في الساعة أكادير إن كان. إذا تبارك الله، إذا الأمطار ديالك بصح. وفي نفس الوقت دابا هاد الأمطار اللي دازت حاليا دابا غادي تنبت الربيع، وغادي تنبت أركان. ها ها التبرور يا خوتي، ها التبروري، ها التبروري، ها هي العاصفة الرعدية. عند العاصفة الرعدية دابا هي هادي، هادي ديال الرعد كما كيقولوا. شتي هادوك القطرات اللي قويين هما، سمعوهم بحال التبروري. شوف شوف أخوتي، عاصفة رعدية. ايوا اجواء ممطرة تماما. نتمنى ان شاء الله يكون خير. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. ها ويلي اش هادشي؟ تيتيس تيتيس اخوتي كتمشى في الشتاء. الدواء ديال الحياة. كما كتشوفوا عاصفة رعدية، عاصفة قوية. وكادير هو هذا الزحامات دائما، بروميان دوزيام في أكادير، الزحامات في أكادير. كنا عارفين هاد الزحامات كيكون غير في الصيف شهر 8. دابا هاد الزحامات كنشوفوه خاص وقت الدراسة وفي شهر 12 حاليا. شوف شوف تبارك الله، شوف اخوتي، عاصفة رعدية. أوه 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 أوه. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. زيدنا سيدي ربي، زيد لينا العاصفة الرعدية، زيد لينا سيدي ربي. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. هادشي زوين تبارك الله. شو شو أو 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 تبارك الله. مع الأسف الشديد كما كتشوفوا السحامات دائما نعاني هذا المشكل في طريق بروميان دوزيام، حيث ولا طريق هنا خاوية. مشيتي من سوق الحد تلقى السحامات، تمشي من طالبرش تلقى السحامات، تمشي من الفوق تما حدا عفوا الحي المحمدي تلقى السحامات. دائما اكادير السحامات، وهادشي في الصباح في العشيه كل نهار، وغدا كاع الجمعه السحامات ديال بصح. اما السبت والحد السحامات ديال بصح. الاثنين السحامات، الثلاث شويه. كما كتشوفوا امطار غزيره، عاصفه رعديه. شوف اخوتي شوف، عاصفه رعديه تماما كل مكان. اوه تخليها الشتاء ما نشرج. الله 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 الله، شحال زوين هادشي تبارك الله، منظر رائع جدا. ايوا كما كتشوفوا بزاف حاليا، بزاف كيتمتع بهاد الشتاء. وفي نفس الوقت ان شاء الله بعد ساعة ولا ساعتين ولا ثلاث سوايع غادي نغادر لكم واتسوس،
يقدر غادي نصوروا لكم واد سوس، يقدر غادي نصوروا لكم الواد ديال اورير، وكاينين بعد الويدان خاصنا واحد ديال اكادير غادي نصوروهم. المهم غادي نديروا المجهود ديالنا ونحاولوا باش نديروا لكم مونتاج باش نحطوا لكم هاد الفيديوهات اللي صورنا في الوقت ديالهم، وفي نفس الوقت غدا بعد غدا تكون امطار غزيره غادي نصوروها، وفي نفس الوقت نهار السبت كاين المنتخب المغربي غادي نحاولوا نركزوا على الفيضان وعلى امطار غزيره ان شاء الله بحول الله، ونتمنى ان شاء الله يكون خير. ونخليكم اخوتي تشوفوا معنا المزيد ديال امطار غزيره. شوف تبارك الله، شوف شوف تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله، هادشي زوين بزاف. شوف